احنا يعني العالم كله شايفين لاعبين 16 17 سنه لامين يامال المغرب الاصل الاسباني الجنسيه امس لسه 16 وايام صحيح 16 وايام يلعب في المنتخب الاسباني الاول. علينا لا ننتظر صراحه يعني الان مصعب ما شاء الله خلاص يعني تحت 23 بالعكس ما يعتبر صغير. مصعب الجوير تحديدا هذا معلم الكره السعوديه الجديد الله يحميه ويحفظه لعيب على اعلى مستوى حتى شفناه مع الهلال في الدوري يعني بيلعب عادي ولا كانه لاعب صغير في السن تروبا صغير لعب فكر كروسات ما شاء الله عليه هذا جاهز يلعب مع المنتخب الاول وكنت اتمنى انه يكون في المعسكر لكن اتوقع انه يكون في المعسكر القادم هذا جاهز ل 26 يعني حيلعب والله لو حطيته 8 الان مكان سلمان الفرج او سلمان لما رجع يلعب معاه ايضا وواحد 6 خلفهم حيلعب وحيبدع وحيكون 26 نجم المنتخب رقم واحد. طبعا في مجموعه من اللاعبين المميزين حقيقه شوف اول شيء عشان لا نبالغ بالفرح وانه المنتخب طبعا مجموعه سهله جدا وتصفيات اوليه منغوليا ولبنان وكمبوديا ولكن كلنا ثقه في سعد ما شاء الله تبارك الله جايب كاس اسيا قبل فتره والان بيجهز منتخب لتصفيات طبعا في قطر التصفيات النهائيه وهذا متعودنا عليه على سعد انه يجهز ما شاء الله لاعبين ومنتخب مترابط متكامل نجوم في المنتخب صراحه في لاعبين في مواهب انا اتفق تماما يعني عاجبني الاخوين ابو الشامات التوأم محمد وصالح اعتقد باين موهبه فيهم الان في القادسيه هم حسب علمي انهم من مدرسه من اكاديميه الاهلي لاعبين على مستوى ولهم مستقبل كبير جدا الجميل في لاعبين ترى منتخب الناشئين مع بعض وفي انديتهم مع بعض يعني واضح جدا سعد الناصر ومصعب الجوير وعبد الله رديف في الهلال طبعا واضح التفاهم بينهم حتى مع الاخرين فيصل الغامدي واحمد الغامدي ابناء ابو الشامات يعني في ثنائيات وثلاثيات في الفريق في المنتخب من الانديه وايضا في المنتخب لهم فتره طويله هذه كلها بالتاكيد تاتي بثمارها الشيء الغريب في نهايه المباراه اشوف واحد زي مران احتياط هو لاعب كويس شفناه اوكي الاغرب نسيناه في لاعب نسيناه هيثم عسيري لا بيلعب في الاهلي المنتخب الاول كان في كاس العالم الان في الاولمبي احتياط يجب انه هيثم يراجع حساباته ويبدا يرجع مره ثانيه واضح جدا انه في تراجع في المستوى جميل يعني توسمنا فيه كثيرا اخر شيء في حاجه ذكرها ابو تركي رائعه يمكن ذكرتها العام الماضي في عبد الله رديف هذول الان المواهب الموجوده هذه بالثمانية أجانب الآن صعب يلعبوا يعني مفروض الأندية تزجهم لكن صعب لابد أنه يعني سمو سيدي ولي العهد الدعم الكبير بيدعمنا وبيفكر لنا وبيخطط لنا أتمنى من الاتحاد السعودي كمان يفكروا صراحة هذول اللاعبين لازم تعيقهم برا يا أخي يلعبوا سنة سنتين برا تخيل واحد زي مصعب الجوير هذا أنا أتحدى يلعب في الدوري الفرنسي في الدوري البلجيكي في الهولندي يبدأ هناك سنتين ثلاثة حنشوف فريق كبير ولا يرجع للهلال مره ثانيه لاعب كبير شفنا سالم الدوسري راح 6 شهور بس اتغير تفكيره كله اتكلم على مستوى التفكير والطموح ما اتكلم على 6 شهور طبعا غيرت مستواه وما الى ذلك لكن التفكير لما يتغير المستوى يتطور نتمنى للتوفيق لشبابنا والحمد لله لدينا مواهب وهذا شيء يثلج الصدر